شاهدوا متابعي الجمهورية اونلاين، اهلا بيكم في لايف جديد. طبعا احنا سمعنا في الفترة الاخيرة عن مقتل الاعلامية شيماء، مقتل الاعلامية شيماء جمال. في الاول سمعنا عن اختفائها ثم مقتلها والعثور عليها داخل مزرعة في البدرشين. احنا معانا النهاردة والدة الاعلامية عشان نعرف منها كواليس الموضوع وايه هي الحكاية بالظبط. هل فعلا الموضوع كان فيه مشاكل بينها وبين المستشار قاتل زوجته؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي وصل الموضوع ان المستشار يقتل مراته؟ انا الاول بقدم لحضرتك العزاء واقول لك البقاء لله. فعلا هي كانت متجوزه ست المستشار من 7 سنين. ايوه صح كده؟ ايوه. كان في مشاكل خلال فتره الزواج دي؟ لا نهائي خالص. طيب حضرتك ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي ادى الى ان هو يقتلها او يصطحبها او يبيت النيه يبيت النيه ان هو يقتلها او يتخلص منها؟ فدي كلها اسباب وفي اقاويل كتير احنا بنسمعها، ان هي هددته ان هي هتقول لزوجته، ان هي كانت ماسكه عليه ورق، ان كان في مشاكل اسريه. سمعنا برضو ان حضرتك اصلا كان في مشاكل بينك وما بينها وما بينه. كل ده عاوزين نعرفه، يعني هو الموضوع كله هيبقى عند حضرتك. اتفضل. فحضرتك يا ريت تشرحي لي. لا سيبيني انا ماسكه لحضرتك، وحضرتك قولي لي الموضوع بالتفاصيل كده وراحه. مشاكلها مع جوزها انا ما اعلمش بيها خالص، لان اصلا ما كانش في مشاكل عشان اعلم بيها. كانوا كويسين مع بعض. لو ما كانوش كويسين مع بعض ما يكملوش 7 سنين. تمام. انما مشاكل ما بيني وما بينها، انا ما عنديش مشاكل ما بيني وما بين بنتي. هي ليها حياتها وانا عندي مركز تجميل انا بديره بتاعي. بنتكلم في التليفون، بروح كل 15 20 يوم بتكلمني، بكلمها. سبيلي ان حكت لي ان هي مسافره دبي. يا ماما انا طالعه دبي عايزه حاجه، قلت لها لا شكرا. يعني كانت العلاقه بينك وما بينها زي اي علاقه ام ببنتها؟ عادي. عادي، علاقتنا عادي. هي ما في بيتها مع جوزها وانت في شغلك برضو وفي شغلها برضو، وكل واحد بيشوف في حياته. اكيد طبعا. تمام. لكن ما كنتش بتتدخلي في مشاكلهم؟ لان هي ما اشتكتش في مشاكل. هي ما قالتش انا عندي مشاكل عشان انا اتدخل. هي ما قالتش، ما قالتلكيش ان كان في مشاكل، بس ما قالتش حاجه خالص. انا اتدخل ازاي؟ طب هو ايه اللي خلاه يقتلها؟ الاجابه دي عنده هو. انا عارف، بس انت كأم برضو اكيد على درايه ببعض التفاصيل. ما انا قلت لك هي ما بتحكيش حاجه. آه. ان انا يبقى انا عندي كل المعلومه، فانا ما اعرفش اي حاجه. الاجابه هي ماتت، يبقى الاجابه عنده هو. طب تركتي خبر اختفائها ازاي؟ او انت وصل لك الموضوع ازاي؟ وصل لي الموضوع يوم الاثنين الفجر. قالوا لك ايه بقى؟ يا ماجده دي عمتي اللي كلمتني. فين وفين؟ طبعا لما صحيت جريت على التليفون، قالوا لي اصحي اصحي مش لاقيين بنتك من الساعه 3 العصر. اضطريت ان انا اقوم بقى، طبعا اقوم واجري وانزل وعايزه اروح المديريه من غير ما اكلم جوزها، لان انا مش معايا تليفون جوزها. انا قلت مني لنفسي انا راح المديريه. انت ما كانش في علاقه بينك وبين جوزك؟ في، بيكلمني بقى عادي، بس مش معايا تليفونه. يعني مفيش اتصال بينك وبينهم؟ لو قابلتيه، لو جيت لهم في بيتهم بس هم بيحصل علاقه، لكن غير كده مفيش اتصال. لا معيش تليفونه. عشان انا اكلمه على طول. عرفتي او تلقيتي خبر اختفائها الفجر؟ الفجريه. جيتي بقى هنا بيتها اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي؟ جيت بيتها اللي احنا متواجدين فيه، قعدت بتاع ساعتين. هو جه بعد ما انت جيتي، مش قبل ما انت تيجي؟ لا جه بعد، جه الاول وبعد، ولما انا جيت. تمام. هو يوم ما خدها يوم الاثنين ودفنها، جه البيت هنا الساعه 11 11 مساء، 11 بالليل. الظاهر كان عايز يخش ياخد الهارد بتاع الكاميرات، الظاهر كده. ما هي كل الفيلا من بره مغرقاها كاميرات. وجوه كمان. فهو الظاهر كان داخل ياخد كان في حد متواجد في البيت بقى لما جه؟ ايوه، اتنين الشغالين واختي وجنى. جنى بنتها؟ جنى بنتها، والاتنين الشغالين بتوعها واختي، هم دول اللي كانوا موجودين. هم دول اللي قابلوه الساعه 11 بالليل. واللي هي يعني ايه اختفاء شيماء يا استاذ يعني ايمن؟ هم كلموه قالوا ان شيماء تليفوناتها مغلقه ومش موجوده. فجه الساعه 6 جنى كلمتهم. جنى اللي مكلمها الساعه 6. يا بابي يا بابي، بتقول له يا بابي. يا بابي يا بابي، ماما قافله تليفوناتها ليه؟ قال لها يا جنى يمكن الشاحن خلص منهم. فهتيجي يا جنى. جه بقى هو الساعه 11 عشان يعرف المعلومات وياخد الهارد. ايه اللي خلى حضرتك او الاحساس اللي جاي اللي عندك ان هو جاي ياخد الهارد؟ انت كان في شكوك حول ان هو؟ ما انا هقول لحضرتك، لما انا شفت الكاميرات فهمت مجيته الساعه 11 كان جاي ياخد الهارد. ده حضرتك بعد كده انا رتبت الاحداث، بس لان هي جايه في عربيتها
وهو جاي في عربيته وقف هنا وهي ركنت عربيتها ركبت معايا وبنتي اختفت تبقى مع مين؟ معاه بس ما عرفش ياخد الهارد عشان في ناس في البيت متواجده. طب كان جاي هم اول ما دخل اللي استقبله بقى اختي اللي استقبلته اول ما دخل اختك اللي موجوده دلوقتي اللي هتبقى معانا دلوقتي صح ولا حد غيرها؟ لا حد غيرها. طب قالت لك كان عامل ازاي؟ كانت حالته عامله ازاي؟ هي اختي انت لو تشوفها ست كبيره مرتبكه وكله تراب وعرقان عرقان وجي قعد في الحته دي اما اختي صوتت على كلمه الساعه 11 لا عشان ما بتعملش كده انت كل خمس دقايق معايا راح عامل نفسه بيكلم المديريه وراح قايم هو عمل نفسه بيتصل واتكلم ودخل الطرقه عايز يخش الاوضه كانوا قافلين اوضه شيماء احنا منين حد هي تطلع من هنا وحد يخش من هنا حتى لو شغلتها فهو ما عرفش يخش اوضه شيماء لان هي فيها كل حاجه حتى العرض فانا اللي ركبت الاحداث. حضرتك اللي ركبت الاحداث. ايوه لما قابلتيه فجر بقى انا قابلته الصبح انا اللي جيت الفجر لكن انا قابلته الصبح جه برضه هو جه لحد دلوقتي ما جاتش عمل لي كده قلت له طب هي فين كانت اخر حاجه معاك انت انا شفت الكاميرات رجعت للكاميرات لقيتك انت هي راكبه جنبك انت تمام قال لي انا خدتها هي اول ما نزلت راحت عملت شعرها وطلعت جابت 15000 جنيه من البنك وانا خدتها بعد البنك لا جينا احنا الاثنين هنا حطيت عربيتها وخدتها رحنا افرجها على فيلا في الماريوتيه عيبت على المكان خدتها اتفرجنا على العجل عدى الحته دي للعجل اشتروه ولا ما اشتروهوش هو بس قال لي كده رجعت جبتها قدام المرشدي عشان تخش تشتري الشاشه بس على الصف الثاني رد ضابط الاستيفاء قال له انت مش عارف ان اعلاميه زي دي ومعاها فلوس هترجع ازاي ده اول سؤال الضابط الصغير اللي في الاستيفاء هو اللي رد عليه ببقه قال له لا موضوعكم يطلع المباحث من هنا طلعنا المباحث وهو معاكي برضه وهو معايا بس وبعد كده ايه اللي حصل اتحقق معاه المباحث خدته بعد ساعتين ونزلوا بيه المكان اللي هو نزلها فيه رجعوا الكاميرات المنطقه خالص مفيش عربيته لعربيته حتى نزلها على نمره عربيته ولا اي حاجه من هنا الشكوك من هنا الشكوك وعرفوا ان هو كداب لان انت قلت ان انا نزلتها قدام المرشدي بس الصف الثاني هم رجعوا لكاميرات المنطقه بس هم قالوا له الكاميرات منغوشه وفيها شمس لكن هم ما لقولوش عربيه من هنا رئيس الكلام ده يوم الثلاث يوم اللي هو تاني يوم اختفائها تاني يوم اختفائها ده الكلام دوت خلاص مشينا حوالي الساعه 2 بالليل جينا يوم الاربعاء كلمني ويوم الخميس قفل تليفوناته لان يوم الخميس راح السواق بتاعه اللي بلغ هو الظاهر دري هو في ناس بتقول ان هو مش السواق بتاعه احنا نرجع لموضوع السواق دوت للناس لولاد خالتها وخالتها ان هم بيقولوا ده مش السواق بتاعه ده شريكه ده مقاول شريكه فممكن حضرتك تقول المعلومه ديت او حضرتك الله يكون في عونك عشان الحاله اللي حضرتك فيها مش مستوعبه الموضوع بس ده بس انا ما اعرفش فخلينا نتكلم برضو عرفتوا ان في حد بلغ عن الواقعه هو حضرتك لما راح الاسم اللي هو اللي راح قدم فيه البلاغ هو قال كده انا السواق بتاعه حصل واحد هو اللي قال كده هو اللي ولكن قال الحقيقه فين هنعرفها دلوقتي برضو من لا انا ما اعرفش الحقيقه المذيعه شيماء وبعد ما خلاص في بلاغ وراح بلغ ان هي متواجده في حضرتك بقى عرفتي منين ان في حد راح بلغ وان هي موجوده انا راح انا اول بلاغ ليا انا اول ما حد اتصل عليك انت لا اول بلاغ انا اللي راح واخداه كده بايده بايده ورحت بيه الاسم لا انت عرفت منين ان في حد راح الاسم برضو وبلغ في موضوع ان هي اتقتلت او طب يعني امال هيبلغ فين السواق هو لازم يروح جهه امنيه عرفتي بقى خبر ازاي ان او جالت لك ازاي ان امبارح وانا عند النائب العام شفته داخل بالحديد ملبسينه الحديد وداخل بيه هو احنا بيتحقق معاه ده مش المستشار ده صديقه او السواق بتاعه ولا هنعرف موضوع دلوقتي ما اعرفش هو ايه هو بيتحقق معاه في مكتب وانا بيتحقق معانا في المكتب في مكتب تاني انا اللي انا حاسه ان حضرتك لغايه دلوقتي برضو مش مستوعبه خالص قتلها فقدانك او قتلها وعندي امل ما لقاهاش هي وعندي امل ما لقاهاش هي اشمعنى حضرتك بتقول ما تلاقيهاش ايه انت لغايه دلوقتي ما شفتهاش لا طب وروني شنطتها ما انا شايفه في الكاميرا هو ليه لغايه دلوقتي برضو ما صرحوش بدفنها بياخدوا كل ما هو
يعني البصمه الوراثيه، ما هم ممكن ليه يكونوا، بصمه وراثيه؟ هي مش المفروض يتعرف عليا ولا هي وشها مشوه؟ ما انا ما شفتوش عشان اقول لك اه ولا لا، اه انا ما شفتش حاجه يعني المعلومات اللي بتتقالك ان هي وشها خالص، ما ولا فيش اي. الحكومه قالت لي حاجه، اه انا كله بسمعه من السوشيال ميديا. لكن انت ما تعرفيش ايه السبب لغايه دلوقتي؟ ولا رئيس المباحث كانوا هنا امبارح بالليل، جم خدوا الهارد وجي النائب العام وكيل النيابه جه هنا، هو اللي فضل كاميرات وخد الهارد وخد اللي هو عايزه من الشقه ومشي. لكن حضرتك ما تعرفيش سبب عدم التصريح بدفن لا الاعلاميه، لا دوسه الاعلاميه لغايه دلوقتي؟ لا ولا دخلت شفتيها ولا اي ولا حاجه؟ اي حاجه لحد وقتنا هذا. ما حضرتك صرحتي وقلتي ان هيتم الدفن يوم السبت، بناء على ايه طيب؟ ان يكون التقرير طلع، فمن هنا هخش اشوفها. اه فيغسلوها اخدها وامشي، لو هي، لو هي اتمنى ما اكونش هي. طيب والتصريحات اللي احنا سمعناها والاقوال اللي احنا سمعناها من صديقتها او بنت خالتها علياء، بتقول ان اصلا حضرتك لا هي في مش بنت بينك وما خالتها، بينها مشاكل وان انت ما تعرفيش عنها حاجه لا 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 مش بنت وهي خالتها ولا المحاميه حاجه، الوحيده بتاعتها. لا ولا واحده ولا احنا حاجه، عاوزين برضو نعرف الموضوع ده، لا يعني لا حضرتك والدتها فانت اللي هتفيدينا بده. هي مش بنت خالتها ولا احنا نعرفها. اه ما فيش اي علاقه بيها هي؟ لا خالص خالص. امال هي بتقول انا ايه؟ شفتها طيب 3 4 مرات كده وخلاص. لكن هي حتى مش ما كنتيش بتشوفيها مع، شفتها 3 4 مرات وخلاص، غير كده ما تعرفيش لا عنها اي حاجه؟ لا استغلاليه. اه فانا كنت بحس ان هي بتستغل بنتي. استغلاليه استغلاليه، بس مش هوضح اكتر من كده. وجهي كلمه للمستشار كده، تقولي له ايه؟ اقول له انت سفاح. ده لو حصل لبنتي. انت سفاح. يعني ايه لو حصل لبنتك؟ لحد دلوقتي عندي امل ان ما لقاش هي. لحد دلوقتي عندي امل. بس يعني الدنيا كلها صرحت ان دي جثه الاعلاميه شيماء جمال، والحكومه قالت لي اه هي. اه الحكومه قالت لي هي. بس انت مش نفسك يكون تطلع مش هي؟ احساسك الاموي ان هي ما تطلعش؟ يا ريت. يا ريت. شايف ان حضرتك برضو عندك ثبات انفعالي؟ هل ده دي صدمه من الصدمه طيب ولا صدمه؟ طبعا. وعندي امل، بقول لك ما لقاش هي لحد ما اخش اشوفها هي مش هي. الدموع اه مايله مالي عينيكي، ولكن انت انا حاسس انت متماسكه برضو على امل ان ما تطلعش، إن ما تطلعش عشان ما شفتهاش لغايه دلوقتي. لا ولا حتى شفت شنطتها، محتويات اللي كانت معايا كلها ما شفتهاش. لو هي كان قال لي شنطه بنتي جايه، يبقى عندي خلاص انا عرفت ان دي بنتي. ولا شنطتها. بنتها فين بقى حاليا طيب؟ موجوده بس انا موديها عند اختي، لانها البنت مناره وكل الزحمه دي بتشوفها مش مؤلفه على كده. فانا بعدها. بس احنا بنقول لحضرتك ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبرك. احنا في دوله القانون طبعا، حقها مش هيضيع، مفيش حد فوق القانون أتمنى. نهائي. يعني حضرتك لازم تكون عندك ثقه في دوت ويقين باذن الله ان حقها مش هيضيع. وبرده بناشد النائب العام بسرعه التصريح بدفن الجثه، حتى يعني او القصاص كمان من مرتكب الجريمه، عشان والدتها تهدى واقاربها والناس اللي منهرب بسببها. احنا هنكمل حوارنا برضو مع ابناء خاله الاعلاميه شيماء جمال، وهنعرف منهم تفاصيل جديده هم حابين ان هم يحكوها، خاصه ان هم دلوقتي جالهم برضو معلومات اثناء حواري مع والده شيماء جمال، جالهم معلومات جديده وحابين يتكلموا فيها ويطلعونا عليها. عاوز اتعرف بحضرتك كده بعد اذنك. سمير ده يبقى ابن خالتها. ابن خالتها على طول يعني؟ ابن خالتها. حضرتك خلود برضه ابن خالتها؟ خالتها محمد مراسل معاها في البرنامج ومسك جميع اعمال حضرتك. انت شغال مع شيماء في برامجها وشغلها في السوشيال ميديا؟ تمام. قول لي بقى ايه التفاصيل اللي عندك وايه المعلومات اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل اللايف، وقلت لي ان انت عاوز تطلعنا عليها برضو. يعني حاجه دلوقتي من الحاجات برضو الجديده اللي نازل على جميع المواقع والنت وبتاع، اللي احنا غسلنا جثه شيماء. انتوا ايه؟ غسلنا جثه شيماء واتدفنت، والحاجات دي كلها غير صحيحه تماما. يعني لا ما احنا عارفين ان هي لسه في موجوده. لا الكلام ده الموضوع ده لسه منتشر بطريقه فظيعه. يعني اللي احنا غسلناها ودفناها وكل ده ما حصلش. وحاجه تانية، الكومنتات، الناس بتحكم على الناس مش عارفه ازاي. يعني الكومنتات كلها ان هي استغلته، او هي ان انا شايفه الناس ازاي تقول ان هي تستاهل اللي حصل لها عشان هي اختارت واحد عنده سلطه ومعاه فلوس. بالعكس تماما، هي اصلا ده هو نزلها، ده هي كانت بتشتغل
وكانت في حته معينه هو خلاها ست بيت عاديه ما بتشتغلش قاعده في البيت. هي مش محتاجه الفلوس، هي محتاجه فلوسه في ايه؟ اما هي مولوده ببقها معلقه ذهب شيماء، شيماء جمال طول عمرها شيماء جمال، بل هو خلاها ست بيت قاعده في البيت. خلاها عملت ايه؟ الجديد عليها ان هو دفنها في مقبره عنده. اجل اللي جد يعني اللي هو ان الناس بتقول شيماء طمعنا فيه، طمعنا في ايه؟ شيماء عندها عربيتها، شيماء عندها شقه تمليك قبل يعني ما يتجوزها، يعني شعارها وهو اللي جابها. لا 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 لا. حابب اعرف منكم تفاصيل. شيماء شيماء جمال مشهوره من قبل ما تتجوزه، معاها عربيتها من قبل ما تتجوزه، وشقتها التمليك من قبل ما تتجوزه، طمعنا فيه في ايه؟ ايه اللي هي عملته عشان تبقى طمعانة فيه؟ هي غلطتها ان هي حبيته واتجوزته يعني؟ واحدة اتجوزت زي أي بنت ما بتتجوز، ايه المشكلة؟ إذا كان بقى واحد فقير ولا واحد غني. بس هي شيماء جمال طول عمرها كده مع عربيتها وحاجتها. ازاي؟ مين اللي بيستورها؟ مين اللي بيستور الست؟ ازاي هي طمعانة فيه؟ مش راجل هو اللي بيستور أي ست بتتمنى ايه؟ تتمنى الست بمين؟ براجل. مش كده برضه؟ اكيد طبعا. الراجل اللي بيسترها دايما يقول لك الرجال الست لما بتحب الست يسترها الراجل، وفعلا الست بتديلك في الراجل ما عملش اي حاجه. انا شايف ان حضرتك متاثر، حضرتك عرفنا بحضرتك. لا 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 حضرتك عرفنا طيب بيها كده، عرفنا بحضرتك طيب. خلع حضرتك خلع. المهم يعني انا براحتك خالص، اتفضل حضرتك اشرب. لا 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 انا تعبت قوي. لا اشرب حضرتك ميه، اتفضل معلش اشرب. اتفضل. البوب انا هتكلم في كل حاجه ان انا اعرفه وبيرد ده والله ما في اي حاجه، ما في اي كلمه تروح ولا تيجي. اول حاجه شيماء متخرجه من جامعه، من جامعه 6 اكتوبر، جامعه صفوت الشريف. يعني من قبل ما نعرفه، من قبل ما نشوفه. وهي غلبانه زي ما بيقولوا، وهي استغلته بتاع. هي متخرجه من جامعه 6 اكتوبر وموجود الورق بتاعها، يعني خريجه اعلام. طلعت من الجامعه، راح ربنا كرمها واتجوزت تامر اللي هو الشيف اللي بيقولوا عليه شيف ابو بنتها، والد بنتها، والد بنتها. شوفوا شقه الشيف، امها كانت جايبه شقتين تمليك، شقه ليها شقه لشيماء. تامر كان عنده شقه تمليك، قال لها اتجوز شيماء واقعد فيها، قالت له لا، شرط الجواز ان شيماء تتجوز وتقعد فين؟ عندي. ماشي. وافق، بيحب شيماء برضه لان شيماء جميله، اي حد يشوفها عندها الملكه الحلوه، يعني ما فيش حد، يعني ما فيش حد بيتمنى يتجوز واحده وحشه. الجمال دي برضه ليه عامل مهم. فالمهم طبعا شافها ووافق بيها وكل حاجه، وقال خلاص انا موافق ان انا اقعد ايه؟ معاه. لما جيت اتجوز تامر، اول حاجه فرحها معمول في فندق موزمبيق، تاني حاجه قناه مسايا فيها الشريط بتاعها ومعمول الفرح في قلب فندق موزمبيق، تالت حاجه تجيبوا الحاجات دي من قناه مسايا عشان توروا الناس هي قبل ما تعرفوا كان شكلها ايه، ولما الفتوا وداها فين. مش هو اللي علها، هو وطاها. هو ما علهاش ابدا، هو وطاها، نزل دفنها في الارض، دفنها وفعلا دفنها. هو ما يعني عام يعني ماشي. المهم عشان بس عالمين فهو اول حاجه فندق موزمبيق، ثاني حاجه قناه مسايا، ثالث حاجه شقتها. نتفرج على الشقه بتاعت المستشار اللي بيقولوا عليها، وتصورها واتفرج عليها. شوف شقة تامر الشيف. ان احنا عرفنا ان الشقه دي ايجار مش فيلا. ايجار مش فيلا. مش طمعانه في حاجه، يعني مثلا على كلامه، على كلام السوشيال ميديا، ان كل واحد عايز يركب الترند زي ما بيقولوا. كل واحد عايز يعمل حاجه لنفسه. هي دي دول حاجات. يبقى كده لما تيجوا تبصوا تقارنوا بين ده وبين ده هتلاقوا الفرق شاسع. اللي حضرتك عاوز تقوله ان هي ما اتجوزتوش لا طمع ولا عشان شيماء. تعالى بقى نشوف القسيمه برضه، نشوف القسيمه بتاعت شيماء. شوف القسيمه بتاعت تامر. ارجوك يا ارجوك عشان انا تعبان. اتفضل. فتعالوا نشوف بقى القسيمه بتاعت تامر بكام النفقه بتاع المتاخر بتاعها وبكام المقدم بتاعها. شوفوا اسال، انا بستشفل بتامر وجوزها الثاني دكتور رائد، دكتور مش صايع، ما كانش بتجوز ناس مش كويس. كل يعني جوازتها الاثنين كانوا احلى من بعض، وهو برضو كان احلى منهم بقى.
لما نيجي نتكلم على وضعه الاجتماعي يبقى هو احلى، لكن هو ما بقاش احلى، ده اخطبوط، ده ما لما فيش اي حاجه اتعلمها، ده ايه ده، ده رجل القانون يعمل كده في مراته؟ مش حد فوق القانون. ها ماشي، لا بس رجل القانون، رجل القانون اللي بيسن القوانين كمان مش قاضي بيسن ولا حاجه، ده مستشار في مجلس الدوله. لا طيب يعني هو مستشار في مجلس الدوله قليل، مفيش حد فوق القانون. أيوة في دوله بس هو قليل، قليل في فكره، قليل في دماغه. كان يا حبيبي مين اللي قال لحضرتك ان هو فساد؟ ممكن يكون فساد ولا عندكم معلومه ان هو فساد؟ هو لو شافه انت بتقول ايه؟ مش كمان ان هو هرب بره، ده شويه هرب في دبي وشويه في مصر. ماشي يا فندم، ده مش دليل على ان هو مش فوق القانون. بقى في ناس كتير بعد ما بترتكب جرائمهم بتتمسك. احنا نتمنى اكيد المباحث. بص يا فندم احنا عاوزين كلنا، انا عارف والله وحاسس بيكم، بس يعني مش فرخه مثلا هو موتها وخلاص. انا حاسس بيكم والله، والله كفايه بنتها اللي معلش يتمها من امها. ليه ليه تقول له ليه يتمتني؟ سبع سنين يا مفتري، يعني ما هنتش عليك وانت بتدفنها؟ فحت لها فحره ورميها فيها. بتقولها لك انت، بتقول له بابي، يعني ما بتقولوش حاجه ثانيه غير بابي. طيب ليه ليه يعني ليه يتمها؟ ليه جالنا معلومات من ابنك شريك المتهم؟ شريكه ولا صاحبه المزرعه؟ صاحب المزرعه. ما هو ده شريك حضرتك، بنته هو ابن صاحب المزرعه، هو شريك بنت عليه دلوقتي. لا هي ابنه صاحب المزرعه، ده هو شريك المقاول، هو ده المقاول. جالنا معلومات. بس عشان انا عاوز افهم حاجه. تمام محمد، انا عارف برضو انت يعني الله يكون في عونك. تمام، هو مأجر مزرعه من واحد يعرفه. ايوه صاحبه. صاحبه اللي هو شريكه في القضيه. هو مش شريكه السواق؟ لا مش سواق. متوتر ثواني. طب ثواني يا محمد، مش عاوزين نفهم النقطه دي. هو اللي مأجر المزرعه هم اتنين، هو مستشار وهو المستشار والمقاول اللي هو شريكه. هو بيأجر بين على طريق المقاول بالباطل. بس فالمقاول ده هو شريكه في ده، لكن ما أجرين من حد تاني. بنت الحد التاني ده بقى منزله اللي هو صاحب المزرعه، اللي هو صاحب المزرعه منزله بوست كاتبه فيه اللي هو طلب من باباها يعمل له شيء. بعد ما عمل له الشاي بيقول لك رجع لقاهم متخانقين مع بعض وشادين صوتهم عالي، وبدا يشتم شيماء، وشيماء بدات تشتمه. وحت اخر كلمه قالتها له انا ممكن اكشف اللي هي شيء، انا ما اعرفش العلم بالشيء يعني اللي هي مخبيه عليه، اكشف الفضايح والقضايا اللي انت مزوره. فبدات المشكله تكبر، فبدا مطلع طبنجته من جنبه وبدا يديها على دماغه. لا قدام صاحب المزرعه. بس هو ما كانش شايفه. خدوا حبس وبعد كده خدوا حبسه خمس سنين. حبس شريكه ولا حبس صاحب المزرعه؟ حبس شريكه، لكن صاحب المزرعه ده شيء تاني. صاحب المزرعه ده البوست ده نزل من بنت صاحب المزرعه. هو طلب مين اللي يعمل له شيء؟ اللي هو بنت. لا مش شريكه، هو صاحب المزرعه. فضل معاه ومع شيماء شريكه. ده مش السواق بتاعه زي ما بيقول. لا مش سواق، ده صديقه وهو مقاول معروف. هو راح قال كده وهو المحامي بتاعه. بس شريكه ده لما دخل لقاه قتلها وبتاع، اللي احنا سمعناه اللي هو قاله يعني او اقواله اللي هو هدده، قال له انت كده شريك معايا، وخده خباه، وبعد كده تليفونه اتقفل فهو خاف فراح اعترف باللي هو حصل. ده حاجه وده حاجه، وده البوست ده لسه نازل على التليفونات دلوقتي. اللي بقى نازل البوست بين صاحب المزرعه. بنت صاحب المزرعه سمعت. هو باباها راح حكى. باباها راح حكى، ده لسه جديد النهارده. ده لسه جديد. اللي هو صاحب المزرعه راح حكى لبنته. حكى اللي هو سمع مشاده بين المستشار وبين الاعلاميه شيماء، وفي بينهم بعض تراشق بالالفاظ. تمام، لكن ما شافوش هو بيضربها. لا شافه بيضربها بعد كده، هو خاف، هو بيقول لك انا خفت فساب المزرعه ومشي. ساب المزرعه، بس البوست ده لسه نازل من شويه حالا. بس ده يدينه لما هو شاف كده ما راحش بلغ ليه؟ طيب هو حبسه خمس ساعات. خمس ساعات حبس صاحب المزرعه ولا حبس صديقه؟ حبس صاحب المزرعه. لا هو ازاي؟ لا قوم هات البوست يا محمد. هات البوست يا محمد. المبلغ هو المبلغ اللي هو بقى صاحب المزرعه او شريكه. شوفوا انتوا الحته دي مش عندنا. فهو ده المبلغ. فهم يشوفوا كان صاحبها او شريكه عشان برضه يدان. يا فندم مع فاك يا فندم. يا ماما اكبر عليا ممكن تخلينا بس شويه معاك. طيب اتفضل. احنا برضه خلي بالك احنا كلنا عفويين وتلقائيين، فبرضه احنا ما بنعرفش الكلام، ما بنعرفش نقوله بترتيب والحاجات دي. فارجو للناس تعذرنا، احنا الناس برضو على قدينا فكريا في الحاجات دي. يعني ممكن يبقى اول مره نطلع في حاجه زي كده. انا عاوز اوصل لحضرتك معلومه، حتى لو حضرتك بتعرف تتكلم، حتى لو حضرتك في لباقه في الكلام، فالموقف اللي انت فيه
اكيد في وعاوز برضه عاوزك في حاجات والدتها اتلخبطت فيها كتير بسبب اللي هي برضه متوتره اعصابها بايظه زي بقى وحضرتك دلوقتي يعني هي يعني. مثلا ممكن يكون تعرفه كل ده وبيكلمها كل ده وما بتكلمش بنتها كل بس هي متوتره وبتاخد حاجات تهديها بقى لها كام يوم ومامتها كانت بتصحى اليوم اول كام يوم بالليل ما كناش بنعرف نسيطر عليها فالموضوع صعب مامتها احنا رحنا جبناها من البيت واحنا شايلينها انا واخواتي هي ما حكتش حاجه زي كده انا رحت شلناها انا واخواتي مامتها ارجو ان الناس تعذرها هي مش مركزه وقله العياط ده وقله العياط ده مش اللي هي ما بتعيطش عشان لا هي بتاخد حاجات هي واخده حاجات تهديها اعصابها بايظه خالص فارجو ان الناس تتعاطف معانا وتفهم الموقف اللي احنا فيه احنا جوانا نار ربنا اللي يعلم بيها حركة الناس مش متعاطفه مع الحاله ومتعاطفه مع ما الناس مثلا بتكذب كتير ناس مين الناس مين الناس اللي على الكومنتات بنشوف كومنتات بنتقهر اكتر يعني ليه فاهمينه ان هي ماتت يعني بيتكلموا على واحده ميته متوفيه كفايه ان هي ماتت احسن بيتكلموا على ايه اللي احنا عارفينه ايه الناس بيتكلموا على ايه احسن ليه هي لا كانت متجوزه عرفي ولا متجوزه في سر دي متجوزه رسمي واهلها كلهم عارفين دوت اللي الوحيد اللي ما يعرفش او ما تعرفش هي زوجة المستشار مش قصتنا مش لكن هي متجوزة رسمي يعني ما في قضية كانت كبيرة وكانت شاهدة في القضية بتاع الكرداسة ففي برضو اعدائها كتير اعداء يعني دول من ضمن اعداء انا بشهد عليك بشهد على اللي انت عملت اكيد دول هيبقوا ضدها واخيرا هيكتبوا عنها كتير فانا بوصل للناس عشان ما يخسرتش الامر ببعضيه فانا بوصل للناس ان شيماء نظيفة تمام شريط قلم تمام اتجوزت جواز رسمي اتجوزت مره واتنين وتلاته بس ما اتجوزتش صيعه اتجوزت ناس محترمه دكتور اسنان وجوزها الاولاني اللي هو تامر لا راجل محترم كان برضه شيب وانا زي ما بقول لك يعني هحاول انك تجيب شقه شيماء الاولانيه وصور الشقه دي شوف في طمع ولا ما فيش انت حضرتك عاوز توصل ان شيماء وفي حاجه بقى ثانيه في حاجه ثانيه انا يعني بقول للاستاذ احمد موسى هو اللي عارف كل حاجه انا يعني هتحاسب فيه عشان الاستاذ احمد موسى ده هو اللي عارف كل حاجه عن شيماء كان استاذها وهو اللي معلمها وهو اللي كان بيدربها على شغله وعلى شغلها ازاي توقف ازاي صوتها يعلى ازاي صوتها يوطى كل ده دقيقه واحده طيب ماشي استاذ احمد موسى كان يعتبر اخوها الكبير كان دايما تقول لي اخو استاذ احمد موسى ده اخويا هو اللي بيرش هو اللي قال لها الفكره وبتاعت عاوزين نقول بس ربنا يرحمها ماشي معلش الحته دي عشان حقها عند الاستاذ احمد موسى فرقبته هو ماله وحزب الله ونعم الوكيل لو ما قالش لا هو دايما يقول احنا في دوله القانون احنا في دوله القانون جميل وزي الفل لا بس هو ما في معرفه يعني هو يعني استاذها طيب ماشي استاذها هو ماله مال ماشي يقول الحقيقه هو ماله هو ايش عرفه بالحقيقه يا فندم لا عشان هو قال لها اعملي معلش يا رب الحلقه اللي هي بتاعت الزوجة يا فندم ده ملوش علاقه باللي حصل طيب بين الزوجة يقول برضو يقول ايه ده ملوش يقول هي برضو انت عاوز تقول ان ثواني بس حضرتك عاوز انا مش بعتم قلت لها انت عاوز ان الاستاذ احمد موسى يقول قد ايه كانت مهنيه وكانت قد ايه بتدور على الحقيقه يعني كلنا عارفين ده احنا كلنا شيماء برضو زميله لينا كلنا فاهمين ده لما طلعت الترند بتاعها اللي هو ان الستات تخلي بالها من نفسها ولما كنا في عنف يا فندم ده ملوش علاقه باللي احنا فيه دلوقتي احنا عارفين ان هي كانت اعلاميه شاطره واعلاميه موهوبه وبتقدم برامج محترمه احنا بنتكلم دلوقتي في قضيه واحده بس قضيه قتلها انت معايا يا فندم لكن هي فعلا كانت حد محترم وبنكلنه كلنا كل احترام وتقدير حضرتك ما تقلقش من ده خالص وهد نفسك وثق تماما ان احنا في دوله القانون ومفيش حد فوق القانون وحقها هيجي لها لغايه عندك تمام يا فندم لو هي ست عاديه مش لازم الاعلاميه شيماء جميل حقها مش هيجي لا طبعا حقها هيجي مين اللي قال لحضرتك هو ده اللي احنا طالبينه احنا في دوله القانون هو ده اللي احنا طالبينه فاهم ده كويس اكيد طبعا حقها هيجي مين اللي قال لحضرتك احنا سيبك من هي شيماء اعلاميه او شيماء صحفيه او شيماء جميل سيبك من شيماء جميل مواطنه مصريه لا حقها هيجي طبعا ما عملتش عملت ايه طيب وانا عاوز اسال حضرتك سؤال بس نيره الطالبه نيره الله يرحمها حقها ما جاش ولا لا طبعا ايوه واحنا فرحنا كمان احنا فرحنا ده دليل على اننا اسرع محاكمه في التاريخ في مصر
نيره لما تحولت تاني جلسه. نيره معلش ما كانش اللي قتلها ما كانش حد مهم يا فندم. او ما كانش يا فندم يا فندم عشان بس الاوراق ما نختلش الاوراق ببعضها ونقول كلام. احنا دلوقتي الموضوع كده التحقيق الموضوع في النيابه العامه. احنا بنثق في النيابه العامه والنيابه العامه فوق الجميع. أيوة. بنثق في قضائنا العالي. طبعاً. وكلنا شفنا المحاكمه الرائعه. طبعا محاكمه الطالبه نيره. طبعا حضرتك عندك معلومات ثانيه بالنسبه لعلاقتك بقى بالاعلاميه شيماء؟ كان انت كنت بتقول ان انت اقرب حد ليها كبنت خالتها يعني. اخر مره اتكلمت معاها امتى او شفتيها؟ شفتها كان يوم السبت. اه كانت فرحانه قوي ان هي مسافره دبي ونازله تعمل شوبينج وانا كنت معايا وهي بتعمل الشوبينج ده. وكانت فرحانه جدا يعني ان هي مسافره وقالت لي اجيب لك ايه وكده. ما كانش في دماغها وهي كمان كانت بتحس باي حاجه بتحصل قبليها. ما كانش في دماغها اي حاجه. فيديو عن نفس المواقف دي. موقف خطف الستات واتكلمت عن خطف الستات ولو حصل اي مشكله حاولت يعني. هي كانت القضيه شغلها قبليها بكام يوم لسه بتنفع والله العظيم. نفس اللي قالته على لسانها للناس نصيحه هو حصل فيها يعني. حضرتك ان شاء الله اتفرج على الفيديو هتشوف نفس اللي قالته على لسانها هو اللي حصل. البنت اللي هي بنت الراجل اللي هو صاحب المزرعه دي البوسته اهو حضرتك. ده بنت صاحب المزرعه. هي بتقول ان والدها على علاقه صداقه بالمستشار ايمن حجاج وانه طلب ان المستشار طلب منها منه استئجار المزرعه عشان يربي فيها خيل ويذبح فيها عجول عشان العيد. وبتقول برضو ان والدها كان بيخلص بقى تشطيبات المزرعه جه المستشار ايمن وزوجته شيماء جمال طلب من والده ده المستشار طلب من صاحب المزرعه ان هو يشرب شاي. صاحب المزرعه طبعا قام عشان يسيبهم براحتهم. سمع زهيق وسب وتهديدات ان شيماء بتهدد المستشار. بعدها هما الاثنين فضلوا يزعقوا مع بعض وشتايم وتراشق بالالفاظ. راح والدها رجع تاني اللي هو صاحب المزرعه عشان يهدي الامور بينهم وبين بعض ولكن كان المستشار ماسك سلاح خاص بيه وضرب بيه شيماء ومسكها من السكارف بتاعها. هي كانت يعني كانت السكارف اللي هو كان حوالين رقبتها كان ماسكها برضو منه. والدها كان شايف كل دوت وفضل يزعق في المستشار ووالد المستشار هدد والدها بالقتل وحبسه في اوضه وخد منه تليفوناته وفضل سايبه محبوس 5-6 ساعات. بعدها خرجوا وهددوا بالقتل وعياله لو اتكلم. افتحوا لي كده. هددوا ان هو هيقتله وعياله صح كده؟ تمام. بص ده جاي لنا وحضرتك قاعد يعني لسه واصل لحالي. حضرتك بتتكلم مع مامته. تاني يوم المستشار هدد باباها برضو اللي هو صاحب المزرعة وخدوا الساحل وحجزوا عند ناس عرب. أول ما والدها هرب راح بلغ نيابة الحوادث صح كده والنيابة استدعتها هي وأخواتها. ده الكلام اللي هي بتقوله يعني هي بتحكي اللي حصل. اللي حصل ده عن بق والدها يعني. هو ده اللي راح بلغ ولا شريكه اللي راح بلغ؟ ده بقى ما هو ده شريكه. هو ده صاحب المزرعة يعني. هو اصلا يعني صاحب المزرعة هو شريكه. شريكه ده مقاول مش سواق. مش سواق. كل حد بينزل القصة بطريقته وباللي هو عارفه. لكن هي دي الحقيقة فعلا اللي انتوا كنت عاوزين تقولوها برضه. هو ده الموضوع. هو ممكن ان صاحب المزرعة هو اللي راح بلغ. هو المقاول. هو المقاول. لكن مفيش سواق في القضية ولا سواق. لا مفيش سواق ولا أي حاجة. وبرضو عاوز أرجع أقول اعذروا كل اللي إحنا كلنا عاذرين والله. ده موقف يعني ما حد لا تحسدوا عليه وعاوزين نقول لكم البقاء لله. ربنا يرحمها إن شاء الله يعني. وإن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ربنا يرحمها بإذن الله وربنا يجيب حقها إن شاء الله. وزي ما قلنا برضو إحنا في دولة القانون النيابة فوق الجميع. القضاء العالي عندنا في مصر بنثق فيه. مفيش حد فوق القانون. إحنا شفنا في الفترة الأخيرة ديت في رؤساء اتحاكموا واتحبسوا. في ناس كتير اتحاكمت واتحبست. مفيش حد فوق القانون. مفيش حد فوق القضاء. احنا في دوله القانون يا جماعه. لو احنا واثقين جدا ان هم يقبضوا عليه في اسرع وقت ان شاء الله باذن الله. احنا بس نفسنا يتقبض عليه ان شاء الله وياخد اعدام عشان نارنا تهبط ان شاء الله. يعني الجثه
تتغسل ونتفنها. احنا ضمن صوتنا لصوتكم بسرعه تسريح بدفء الجثه ده اهم حاجه. احنا بنناشد المستشار حماده الصاوي نائب العام بسرعه التسريح لدفن الجثه عشان خاطر اهله اهلها اسرتها كلهم تهدى. بنطالب برضو بالقصاص العادل، واحنا واثقين ان هيبقى في قصاص عادل من قضائنا المحترم قضائنا العادل. احنا في بلد قانون وبنثق في قانوننا وفي بلدنا، ان شاء الله ربنا يجيب حقها ويرحمها ويغفر لها. انا بشكركم جميعا وبقدم لكم واجب العزاء. شكرا لكم وشكرا مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين.